الحساب وتم تحويله في عهد هذا المجلس لنقابة الصحفيين الفلسطينيين. نحن الآن نعلن عن فتح حساب جديد لكي ندعم مقاضاة دولة الاحتلال في كل المحافل الدولية والمحلية بالتعاون مع كل المنظمات الدولية على نفسها واتحاد الصحفيين العرب لكي نبسط منه على ما تستلزمه هذه الدعوة. الأمر التالي أننا نعلن باسم مجلس نقابة الصحفيين انضمامنا الفوري لكل الإجراءات والخطوات التي يقوم بها اتحاد الصحفيين العرب وتقوم بها الاتحاد الدولي للصحفيين وتقوم بها كل منظمات حقوق الإنسان المعنية في العالم في كافة الإجراءات القانونية، ونضع طاقم نقابة القانون وكل ما تملك من إمكانيات من أجل مقاضاة هذا المحتل، ليس على جريمة شهيد أبو عقلة بل على كل الجرائم التي رأيتموها، لأن القانون الدولي لا يمنح الحق في المحاسبة على حالة واحدة. القانون الدولي يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في حالة وجود اغتيالات منهجية أو أمور تخرق القانون الدولي الإنساني منهجيا، ونحن نعرف جميعا لدينا الآن قرابة 80 شهيد فلسطيني صحفي سننضم كطرف أصيل لنقابة الصحفيين المصرية إلى هذا. لا أجد ما أضيفه سوى أن أحييكم. طرد السفينة الإسرائيلي من القاهرة.